عقد محافظ المنيا عمادة كدواني حملة تموينية مكبرة على عدد من المخابز البلدية بقرى مركز أبو قرقاد. وخلال الجولة حرص المحافظ على متابعة جودة رغيف الخبز والتأكد من مطابقته للمواصفات التموينية، كما استمع إلى آراء المواطنين في جودة رغيف الخبز. ووجه المحافظ الشكر لأصحاب المخابز الملتزمة، كما قرر تحرير محاضر لعدد من المخابز المخالفة.